يعطيكم العافية. والقسم الثاني هلأ رح نتابع مع الكورتيزول وتأثيراته الفيزيولوجية الطبيعية. طبعا لما بنحكي عن الكورتيزول كأهم الستيرويدات القشرانية السكرية، له مجموعة واسعة من التأثيرات تشمل معظم خلايا الجسم، ومن أهم التأثيرات الاستقلابية والتأثيرات المثبطة للمناعة. رح نبلش بالتأثيرات الاستقلابية. طبعا نحن وقت نقول نواحي استقلابية نعني فيها السكريات، الشحوم، البروتينات. القشرانيات السكرية لها تأثير هام على هالثلاث معالم هي المهمة في الجسم، ونفس التأثيرات هي مسؤولة عن بعض الآثار الجانبية الخطيرة يلي رح نشوفها بعدين. باختصار، تنبه القشرانيات السكرية عملية تصنيع الجلوكوز جلوكونيوجينيسيس وعملية تصنيع الجليكوجين في حالات الصيام. طبعا منين بتنشط العملية الكيميائية الحيوية؟ من خلال توفير الركازات إلها. الركازات تأتي من الحموض الأمينية، لذلك تعمل على تقويض وتفكيك النسج البروتينية، ومن أهم العضلات في الجسم، كي توفر الحموض الأمينية الحرة التي ستذهب بالدوران إلى الكبد. إذن القشرانيات السكرية بالنهاية ترفع مستوى سكر الدم وتنبئ إفراز الأنسولين شيء طبيعي، وتثبط قبض أو أخذ الجلوكوز من قبل العضلات، ذلك يرتفع سكر الدم، وبنفس الوقت تنشط هرمون الذي يفكك الدسم وهو هرمون اللباز الذي يحلل الشحوم. إن زيادة إفراز الأنسولين الطبيعية الناتجة عن فرط سكر الدم المسبب بالستيرويدات القشرانية السكرية تنبئ عملية تصنيع الشحوم، وبدرجة أقل تثبط تحلل الشحوم. فشو رح يصير عندي هون؟ الستيرويدات القشرانية عم تنشط تحلل الشحوم، الأنسولين الذي ارتفع نتيجة ارتفاع السكر يثبط تحلل الشحوم، فلح يصير ترسب في أماكن وتحلل في أماكن، أو ما نسميه إعادة توزع الشحوم. النتيجة هي زيادة صافية في ترسب الشحوم مترافقة مع زيادة تحرر الحموض الدسمة إلى الدوران. طبعا أنا هاي التأثيرات ما بشوفها غير وقت يكون عندي فرط في إفراز ستيرويدات القشرانية السكرية. إن النتائج السابقة بشكلها النهائي الصافي تكون أكثر أهمية في حالات الصيام، عندما يكون هناك إمداد بالجلوكوز آتي من عملية تصنيع الجلوكوز، تحرر الحموض الأمينية من تقويض العضلات، تثبيط أخذ الجلوكوز من الأعضاء والأنسجة المحيطية، تنبيه عملية تحلل الدسم، وجميع ما سبق يسهم في تثبيت كميات كافية من إمداد الجلوكوز إلى الدماغ. ستيرويدات القشرانية تأثيرات مضادة للبناء البروتيني ومقوضة، خاصة في النسج اللمفاوية والضامة والعضلات والشحوم المحيطية والجلد. ليش؟ لأنه بتعمل على تفكك البروتينات. طيب أنا شوف معناتها بالكميات الكبيرة من القشرانيات السكرية، شوف نقص في الكتلة العضلية وضعف وترقق الجلد، شوف أيضا هشاشة عظام. هلأ الشق الثاني من التأثيرات الطبيعية للستيرويدات القشرانية هي التأثيرات المضادة للالتهاب والمثبطة للمناعة. تنقص القشرانيات السكرية وبشكل قوي مظاهر الالتهاب، وهذا يعود إلى تأثيرها الجوهري على تراكيز وتوزع وظائف الكريات البيض، وعلى تأثيرها المثبط للوسائط الالتهابية خاصة السيتوكينات وغيرها. هلأ الالتهاب مثل ما بتعرفوا المظاهر تبعه الانتفاخ، الوزمة، الألم، الحرارة، الاحمرار، كلها مسؤولة عنا ردة فعل الجهاز المناعي. ستيرويد القشراني ما له علاقة بسبب الالتهاب، له علاقة بمظاهر الالتهاب اللي سببتها ردة فعل الجهاز المناعي. الجهاز المناعي وقت أنا بقصد الكريات البيض، فالستيرويدات القشرانية تثبط وظائف الكريات البيض، تثبط اللمفاويات التائية والبائية، تثبط الأحداث التي تحدث ما بين الكريات البيض والخلايا البيطانية في الأوعية الدموية. القشرانيات السكرية أيضا تثبط وظيفة البالعات، وتثبط عمل الخلايا المقدمة للأضداد.
هاي اللي بتبلعم العامل الممرض وتقدمه على السطحة، والجسم بيصنع مستضدات تجاهه، هاي أيضا بتثبطها. والتأثير على البالعات يكون واضحا بشكل خاص، حيث تنخفض قدرتها على بلعمة وقتل الأجسام الدقيقة، وعلى إفراز عامل النخر الورمي تومور نيكروسيس، تيومور نيكروسيس فاكتور TNF ألفا. أيضا استيرويدات القشرانية تؤثر على الاستجابة المناعية الالتهابية، تنقصها بإنقاص تصنيع البروستاجلاندينات واللوكوترينات. استيرويدات القشرانية تثبط تحرر الهستامين، وبالتالي تسبب منع إحداث التوسع الوعائي أي التقبض الوعائي في الحالات الالتهابية. الهستامين منين بيتحرر؟ من خلايا ماست، هي تثبط عملية تحرر الهستامين من خلايا ماست. لذلك شو بنقول بالنهاية؟ الاستيرويدات القشرانية السكرية لها تأثير مضاد للالتهاب وكابح للمناعة بسبب تأثيراتها اللي وصفتها سابقا. طيب هالتأثيرات هي مفيدة ولا غير مفيدة؟ بالحقيقة مفيدة في حالات وغير مفيدة في حالات، يعني أنا في حالات كثيرة بتلزمني التأثيرات، ولكن بنفس الوقت تثبيط المناعي للجسم هو تأثير جانبي خطير، لذلك يجب التعامل معها بحذر مثل ما راح نشوف. تأثيرات أخرى، استيرويدات القشرانية تأثيرات هامة أخرى على الجهاز العصبي، حيث يتميز قصور قشر الكظر بحدوث تراجع في النشاط الكهربائي الدماغي وحالة من الاكتئاب، أي بقصور قشر الكظر. أما زيادة مقدارها في الدوران عن الطبيعي فيؤدي إلى اضطرابات وزيادة نشاط CNS، يعني اضطرابات سلوكية تتميز بداية بالأرق والشمق ثم الاكتئاب. أيضا استيرويدات القشرانية تسبب القرحة الهضمية بسبب محتمل وهو التثبيط المناعي، وبالتالي تتحول الـ H بيلوري الموجودة في المعدة الطبيعية إلى ممرضة، كما أنها تحفز على إعادة توزع الشحوم في الجسم وخاصة إلى الوجه وأعلى الكتفين، وتعاكس أيضا تأثير فيتامين د على امتصاص الكالسيوم، بالإضافة إلى تأثيرها على الكريات البيضاء فإنها تزيد عدد الكريات الحمراء والصفيحات. الاستيرويدات القشرانية التصنيعية باتت مركبات هامة للاستعمال في العديد من الحالات الالتهابية والاضطرابات المناعية. أنا شو صرت أعمل؟ صرت صنع مركبات تحاكي تأثير الكورتيزول الداخلي، سميتها استيرويدات قشرانية تصنيعية. بس شو بدي أسميها هلا هي؟ أو كيف بدي أوصفها؟ كيف بدي أقيس قوتها؟ بدي أقارنها مع الستاندرد اللي عندي اللي هو الكورتيزول الداخلي. لذلك أنا بقارنها مع الكورتيزول الداخلي، والكورتيزول الداخلي الهيدروكورتيزون صح هو استيرويد قشراني سكري، ولكن له صفتان، صفة ملحية وصفة سكرية. صح أنا حاطه مع السكريات بس له صفة ملحية. تم الاصطلاح أن قوته الملحية تساوي واحد، هيك اصطلاح، وقوته السكرية تساوي واحد، والاستيرويدات القشرانية تنسب له. وخليني عوض ما أقول قوة سكرية أقول قوة التهابية، لأنه كل شيء استيرويد قشراني سكري هو التهابي. فتم الاصطلاح أن القوة الالتهابية للكورتيزول الداخلي تساوي واحد، والقوة الملحية له تساوي واحد. الاستيرويدات القشرانية الخارجية التصنيعية تنسب له، حيث القوة الالتهابية والقوة الملحية بأضعاف حسب قوته. شلون؟ رح نوضح لكم اياه من خلال الجداول التالية. هذه الجداول تعكس أهم استيرويدات القشرانية التصنيعية. في الخانة الأولى من الجدول أنتي إنفلاماتوري، الخانة الثانية سولت ريتينينج يعني الخاصة الملحية. هلا هون الجرعات مو مطلوبة منكم، هون طرق التقديم كمان هي للاطلاع. هلا هون اسم المشتق التصنيعي، وهون قوته الالتهابية وقوته الملحية مقارنة مع الكورتيزول. كيف يعني؟ هلا الهيدروكورتيزون اللي هو تصنيعي محاكي تماما للكورتيزول الداخلي وعادله، بالقوة الالتهابية واحد والقوة الملحية واحد. كورتيزون اللي هو أيضا تصنيعي خارجي أقل من الالتهابي بصفر فاصل يعني ب20%، 0.8 قوة التهابية و0.8 قوة ملحية. هلا بريدنيزون قوته الالتهابية 4،
شو يعني أربعة؟ يعني كمضاد التهاب ومثبط للمناعة أقوى من الكورتيزول الداخلي بـ4 أضعاف، بينما قوت الملحية 0.3 يعني يملك 30% من القوة الملحية للهيدروكورتيزون. بريدنيزولون قوته الالتهابية 5 وقوته الملحية 0.3. ميثيلبريدنيزولون قوته الالتهابية 5 وقوته الملحية 0.25. هلا فينا نحفظ هدول الثلاثة كمركب واحد، شو بنقول؟ قوتهم الالتهابية بين 4 لـ5 أضعاف قوة الكورتيزول، وقوتهم الملحية حوالي 30 إلى 25% من القوة الملحية للكورتيزول. نجي للانترميديات اكتينج لوكوكورتيكويد. تريامسيلولون قوته الالتهابية 5 بينما قوته الملحية 0 معدوم القوة الملحية. فلوبريدنيزولون قوته الالتهابية 15 بينما قوته الملحية 0 معدوم القوة الملحية. هون بتفيدني مثلا بدي اعطي مريض معه ارتفاع ضغط ما بيناسبه اي قوة ملحية واي احتباس الصوديوم، فهدول بكون متأكد انه قوته الملحية 0 ما راح يتداخلوا سلبا مع هذا المريض. نجي لللونج اكتينج جلوكوكورتيكويد، البتاميتازون والدكساميتازون. البتاميتازون 25 لـ40 ضعف القوة الالتهابية للكورتيزول بينما قوته الملحية 0 0. دكساميتازون 30 ضعف قوة الكورتيزول كمضاد التهاب وقوته الملحية 0. نجي لستيرويدات قشرانية تصنيعية لكن قوتها الملحية هي الأوضح. لاحظوا فلودروكورتيزون قوته الالتهابية 10 لكن قوته الملحية 250 ضعف قوة الكورتيزول. ديوكسي كورتيكوستيرون أسيتات قوته الالتهابية 0 بينما قوته الملحية 20 ضعف قوة الكورتيزول.